مساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير مشاهدينا عبر شاشه تلفزيون الكويت من غبقه الحمر. رحب فيكم حياكم الله من غبقه الحمراء. تعال سولف على قولك. اول الخطه ما كانت لي، الخطه كان انت اول شيء. حياكم الله اعزائي المشاهدين من تلفزيون دوله الكويت. مشاهدينا الكرام حياكم الله بغبقة الحمراء. غبقة الحمراء برنامج كل سنة لا حضور جماهيري يخرع، فيعطيكم ألف عافية على المشاهدة الطيبة. واليوم عندنا ضيفين جميلين جميلين جميلة جميلين جميلين، المذيعة حس الأغاني والمذيع محمد. احنا ضيوف؟ لا اسف لا بس خلاص انت ما تنافسنا الحين، يعني ما نافسك، انت صرت اعلامي وبرنامج بروحك ما شاء الله. اقوى شيء. لا بس خليني اقول لك شغله، لازم اول شيء في تناسق ما بيننا كزملاء. حكيتنا كذي قبل بدايه البرنامج، مو قلت انت اول شيء؟ بعدين اول شيء يفترض قلت لي ضيعت، قلت انا اقول اللي عندي بس. المهم ما سولف. هذه كاميرتي لا تلف وجهك. لا مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا هذه يعني حلقه جديده من برنامج غبقة الحمراء. اليوم يعني مشرفنا حقيقه الزميل والنجم في السوشيال ميديا عبد الله او عبودكا باسم الشهره. حياك الله منورنا. يصير طالعك عادي هنا؟ اي لا خلاص زفوني. الحين انت ترى والينا كل الناس ينادونك عبودكا. ايوه زين طالعنا لان حاجك خوزني. طيب اول مره تشوف كاميرا؟ اول مره تشوف كاميرا؟ يعني كبير صغير ينادك عبودكا. انت بعد 5 سنين راح تبقى الناس ينادونك عبودكا؟ والله ما شيء، اسم مثل اسم شهره فني، بس لما اروح مكان هذا ينادوني عبد الله. بس بنفسك الحين بيسمي روحه حمودكا؟ لا صعب عليك. حمودكا صعب. اول مره اشوفه يضحك اصلا. لا ما عليك دمه خفيف. زين شنو اجواءك عبد الله في رمضان غير البرنامج؟ ما نبي نروح الاعلامي، نبي نروح لبرنامجك اليوم. أجواء رمضان تدري يعني أجواء صيام وطاعة وعبادة، فالواحد يعني يحاول كثر ما يقدر يسوي الخير، يحاول ينشر السعادة، يحاول كثر ما يقدر، بس بحدود. أنا عندي حدود أحطها برمضان، باقي الأيام أتعداها يعني. تتجاوزها شوي. أدينا. أنت فاكهة رمضان عبودك، يعني الواحد لما يطالع سنابك. فاكهة رمضان. والله فاكهة رمضان. حكي مذيعين. حلو. لا ما بين عبد الله قبل الشهرة وما بين الحين، صارت عليك مسؤولية من خلال التعامل في التواصل الاجتماعي، عندك متابعين ما شاء الله أعداد كثيرة. الحمد لله، بس يعني الواحد بعد ما يصير عنده الكم الهائل هذا من الناس، يعني قام يحسب 1000 حساب قبل لا يتكلم كلمة أو قبل لا يفعل فعل يندم عليه باكر، يتحسف طول عمره. نعم. فتحط المسؤولية هذه عشان متابعين. مو بس كذي، ما شاء الله عبد الله صرت قدوة، يعني صغير قاعد يقتدي فيك بتصرفاتك، بالأماكن اللي تروح لها، كل مكان تروح له الشباب يبون يروحونه. أنا يعني شوف الكلمة هذه قدوة أحبها وما أحبها. بس هي صدق. هو يعني صح. يعني أنت مؤثر فيهم. صحيح. لكن في بعض الناس ولا بعض الأهالي يقول لك يبيني أنا أربي عيالك، أنا مو مال تربية أنا. لا يعني أنا مو مال أربي عيالك، أنت عليك تربية، أنت تشوف إن أنا غلط تقدر أنت تمسح مثلا تكتفي. إذا فترك عبد الله ما شاء الله قاعد أشوف لك يعني قاعد تنفذ المسؤولية الاجتماعية كشخص مشهور، قاعد تتواصل مع رجال داخلية، شفنا لك قبل بعد فترة جميلة، راح نتكلم بهذا أكثر وأكثر إن شاء الله لكن في اللقاء. ولكن راح الحين نقول لكم في ضيف عندنا راح يكون متواجد معنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل إن شاء الله. الشيخ أحبه وايد أنا، وأنا بعد فاصل منو كلنا نحبه إن شاء الله. ولكن راح نستكمل حوارنا مع عبودكا الجميل حقيقة اللي مشرفنا اليوم في هذه الحلقة واللي مجمع لنا الناس هذه كلها، تستاهل. صفقوا عين ولا لا؟ لا ما نصفق عادي. بس الحين حصة بنروح حق عندنا غبقة فيفا مع الزميل عبد اللطيف الصالح ونشوفها مع بعض. يلا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وفي غبقة الحمراء ومعنا ضيفنا عبودكا، حقيقة من الشباب اللي قاعد يقدم أعمال خيرية، خصوصا أنه شارك في العام الماضي في حملة شباب الخير اللي قصدت بإعانة النازحين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية. عبودكا أو عبد الله حياك الله منورنا. نحن هوا. شلونك عبد الله؟ افترق مبارك عليك شهر عبد الله. عليك عجلتي. تقبل الله طاعتك. منه منك صالح أعمال. شلون رمضان خفيف عندك؟ الحمد لله. والله أنت أكثر واحد مستانس برمضان. أنا رمضان ما قاعد بالديرة. إيه كله بالشاليه. إيه أشوفك ما شاء الله كله بالشاليه. هناك بيت هناك ليش؟ برمضان تكثر العزايم وروحة وردة. أنا أمي أبوي عمامي عماتي. دواوي؟ ما أحب أقعد دوانية. زايد وزنك. لازم رمضان بعد. لازم. ما تلعب رياضة؟ رياضة أنا ما ألعب رياضة لكن حركي يعني. حركة بحر اي هوايه تبي خيل وياهم. حلو. انت عبودك عودتنا ماخذ راحتك ان شاء ما شاء الله ومبدع في السوشيال ميديا، اليوم انت لا قاعد تقدم برنامج، ايش اللي فرق وياك ما بين
يعني الإعلام التقليدي والإعلام الحديث الصح القول. بنتي على سالفة البرنامج، البرنامج كانت خطوة جديدة بالنسبة لي، ولو أن أنا بالسوشيال ميديا يعني ما لي شغل بالتلفزيون، لكن انطلب مني هذا البرنامج وأنا بيدي وريلي كثر ما أقدر عطيته كل اللي أقدر عليه، كل طاقتي. أنت سويت اللي عليك. سويت اللي علي. زيادة بعد. إيه يعني أنا ما أتخيل من إنسان ما يعرف ولا شيء بالكاميرا والاستديو، يعني توني أدري إن لما تقولوا لي هذه كاميرتك هذه بالتصوير هناك دريت، وإن هذا يسمونه مرصوت ما أعرف ولا شيء، تخيل فجأة روح صور برنامج. حلو. فأنا جبت المخرج، جبت المؤلف، جبت هذا. كل أنت أسستهم. الحمد لله. بس إنه هل هو زين مو زين؟ زين ما خفت على مشوارك، القاعدة الجماهيرية اللي عندك إنك لا يحبون عبودك مثلاً بالسناب شات ما يتقبلونه؟ أنا أشوف نفسيني. بس. أنت. ملك. أنا أشوف نفسيني، لكن تلفزيون إضافة، تجربة الواحد يجرب. حلو. وأنا جربت شغلات وايد فشلت فيها، لكن الخطوات الجاية أفضل أكيد. طبعاً. لكن بالتلفزيون أنا ما أشوف نفسي فشلت. إذا ردت فعل متابعينك وجمهورك ومحبينك من خلال تقديم التلفزيون قالوا؟ أرضى الناس غاية لا تدرك يعني. في بعض الناس امدحت، في بعض الناس ذمت، في بعض الناس عادي على قولة مهند أستي أستي. لا بالعكس، هذه كانت تجربة أولى لك وأنت سويت اللي عليك، بالمرات الجاية تكون أحسن وأحسن. كل إنسان لا محتاج فرصة ثانية علشان يثبت نفسه ويبين كفاءته. أكيد البرنامج أنا حبيته، مو عساس أنا اشتغلت فيه، لكن شغلة واحدة ما عجبتني فيه، ما كان يهدف أو ما كانت فيه فايدة، مجرد الوناسة والغشمرة والضحك يعني كانت فائدتها بسيطة، ما كانت يعني. أنت ليش تقلل من يعني الفرحة والبسمة اللي تزرعها على المتلقي؟ يعني هذه بالعكس شيء مهم. لا لا لا، شيء حلو، في يعني غشمرة ومواقف كوميدية ومسابقات وكذي، لكن تدري شنو الغلطة اللي صارت؟ إن كانوا طالبين مني إنه مسابقات وكذي، فجأة قالوا لي إن في برنامج مسابقات ثاني لازم تغير. أوكي. فكانت لخبطة يعني، لو أنا ماشي على لو مثبت ريلي عدل بأماكن مدروسة كان ضبطت الأمور. نقدر نقول إنك تندمت إنك قدمت البرنامج؟ لا. كلش ولا 1%، بالعكس. لأن قاعد تقول أبي خطوات مدروسة بالمستقبل. بيني وبين نفسي أنا أدرسها، أنا فيني عيب أتخبط وايد من غير دراسة، يعني تشوفني شاد حيلي وكذي بس ماكو. أنا مو عشان أنت موجود ما شاء الله، النقلة اللي سويتها نقلة نوعية وجميلة. الحمد لله. وأنا حقيقة فرحت لأنك أنت تستاهل. الحمد لله. لأنك أنت إنسان قاعد تسعى قد ما تقدر أن تقدم الفرحة للناس. أوه. وهذا شيء جميل. والحلقات كلهم قوية، إلا حلقة حصة كانت معلومة. إيه صح. قاصدها أنت. بس بأمانة يعني يكفي أن الناس عقب الأذان يسعون أنهم يحطون الراي علشان يشوفون. الحمد لله. أبوك. الحمد لله يا رب. داعي حق. سويتي بالحلقة. بس ما يخالف عاد. ليش مو حلوة حلقة حصة؟ ليش مو حلوة حلقة هو ما أدري نزلوها ولا لا، ما أقولها. بس طلب مني شيء ما أعرف أسوي. ترى الحلقات ما شاء الله بالترندر، أول شيء باليوتيوب ترندر اسمه ولا ترندر ما له شغل، تخيل شوف. كنا الأول، بس الحين أنا أشوف عبد الله فيه أحسن. في احسن، في احسن مليون مره. القادم افضل ان شاء الله. ان شاء الله. زين طريقه كلامك سريعه، ليش ما تعدل؟ انا هايبر الف يعني، ترى الكلمات زين انا افهم شنو انا اقول. ولاحظ البرنامج تقدر اعيد، مو عشان غلط اعيد، لان انا قاعد ما ينفهم الكلام. على قولت امي تبلع الحكي. ما اتوقع بهالصوره يعني، انا من كثر متابعتي لك في السوشيال ميديا ما توقعت ان تتكلم سريع، بس انه لا واصل بالنهايه بصراحه. هو يصير سباق بيني وبين حمد غلم من بس كانت الحلقة جدا جميلة بصراحة. الحمد لله. يعني من الحلقات اللي الكل تابعها. كانت هي ثانية أو ثالث حلقة أتوقع. إيه، وشفناك ببرنامج غريب أنا قاعد أشوفه بالكاميرا الخفية يعني. على روتانا. إيه. يعني هذه المصورة العام صح؟ نعم. هذه بس ما شاء الله كلها مشافها يعني. الحمد لله. شاهدها. السنة اللي حطوها على روتانا اثنين كنت. إيه. فالسنة اللي طافت سووا فيني. هذا مقلب يعني. مقلب. وانا خيك كلش يعني، ترى مو المغالب عبست الدنيا، هذا كله مقطع ترى. لو حط صجيه فلورز واحد بس حلقنا يمكن. لا عفويتك عبد الله ما شاء الله، هي اللي مخلي الناس تحبك يعني. يمكن لازم تعرف هالموضوع هذا، يعني انت لو شويه تصنع هني الناس تحاش. انا الحين متصنع اقوى شيء. انت متصنع؟ شوف شوف كاشخ ما اشوف احد. لا بس هالمره انا عندي يعني اصابع اتهام حقك، ان انا العام احسك كنت مهتم بالعربانة أكثر في عمل الخير. صحيح. هالسنة شوية يعني معناها صارت باص
الحمد لله. ما شاء الله وفي شركات إيه. الحمد لله. يعني بس أنت شوية لاهي عنها. والله الصراحة السنة اللي طافت لما كنت أسوي الحملة هذه كنت على قدي، كان عندي عربانة تقريبا 6x4 وكان عندي شوية شباب من الفلاورز وشغل. هالسنة زاد الحمل، صار عطت مكتبة عطتني باص، ومكتبة توال عطوني باص، وهافلوري عطاني واحد من الشباب وعشرين وانا تقريبا. فأنت حسيت مسؤولية أكبر. ضعت همش قاعد أقول لك شقير دي ويمعت الدنيا، بس ماكو مثلا 10 ونايات ادخلهم مني 10 اني بالباص خله حقني، ضعت زعلت عشان اخلي الباص عند بيتنا، والحمد لله للحين شغال ترى الحمد لله، لكن مو بالقوه اللي كنت ابيها. كنت متعامل مع ناس يعني هو يوصل حق المحتاجين. حلو. انا اقول اللي تسميه تخبط هذا لان شغلات قاعد تجيك وانت من حماسك عشان فعل الخير قاعد تسويه، هذا هذه خصله طيبه. اخوي محمد قاعد اتعب انا. قاعد اتعب يعني اتخبط بشيء، يعني انا ترى متكسر رقبتي ما اقدر احرك الحين. يمكن لانك بروحك عبد الله، يعني المفروض يكون في ناس يعني ناسك فيني طبع ما احب اعتمد على احد. ساعدني اي تبي تساعدني حياك الله، لكن ما اعطيك المهمه الاساسيه، لان حتى اذا ميت اقدر اشيل بروح يعني. اي دائما الميزان كذي، مواصفات برج الميزان. الميزان الميزان شيء كله يحب يسوي بنفسه. بنفسي اعطيك انت مثلا، اعطيك شغل ثانوي. حلو. حتى اذا ما جيت اوكي ريت انت راح تخفف علي، لكن اذا ما جيت انا اسوي ما ادري اكمل الشغل ما ادري شغل. بس هذا يعني يتعب جهد. جهد اكثر. اي والله الله يعطيك يعني العافيه. يعني يسمونها المركزيه في العمل. اي ما شخصيتك كذي. اي مركزيه بالعمل، يعني عندك انت اللي لازم تسوي كل شيء. زين شلون طرت لك طرت الفكره الاساسيه انك قاعد تقدم في باص او عربانه معينه علشان تقدم خير؟ شلون السنه مو اللي طافت اللي قبلها اتصل علي واحد الله يجزاه خير قال العبد انا عندي تموين ببيتنا زايد تعال اخذه. قلت شو اسوي فيه؟ قال شوف انت عندك ناس يمكن من الفلور اساس محتاجه شيء. قلت والله خلنا اخذه. رحت له بجيبي ولا ما يكفي، دقيت على واحد من ربعي قلت له ابي عربانه. يوم خذيت العربانه حطيتها بالسياره قمت لما امشي بالشارع واحد مثلا يقول يعطيك العافيه تسمح لي اخذ خيشه عيش؟ ما اعرفه. اقول هاك لين وصلت بيته العربانه فاضيه. ما شاء الله. قلت ها شيء كذي يعني. قلت يا جماعه اللي عنده غلط هذا بيتكم على الامانه. وهذا مو السنه طافت قبله. حلو. والحمد لله تطور الوضع لها اليوم. الحين باص وصلت باص. الحين باص فلوري و20 وانيت. عبدك يمكن والله شغله. شغله يبي له شغل. اي والله. عبدك يمكن احنا للحين نذكر القرقيعان اللي طاف اللي سويته ببيتكم. قرقيعان؟ ايه تذكر؟ يعني بعد كم يوم القرقيعان؟ تحرقين الدنيا كلها. فاكيد انت مسوي حق الفلورز عندك مفاجاه بالبيت. انت تدري انا يعني علاقتي بيني وبين الفلورز شوي يعني وطيده. احب اي. فالسنه اللي طافت قاموا يبوا لي دعايا، مو دعايا، هدايا كذي يعني القرقعان هذا مال الحين اللي قواطي وعليهم صورتي وشيء شبليت. قلت لازم تسوي القرقعان مال اول. كان افرش طربال بالديوانيه وفوقه تقريبا 100 كيلو قرقعان. ما شاء الله. و1000 دينار ارباع. ارباع؟ ارباع. ليش ارباع هذا؟ عشان ما يخرب وايد يعني نوايد. انا عبالي يعني لين أذن الفير والعالم تتبقى. داخل اهلي راحوا ما قعد البيت خليت بام مشرع ويلا قرقيعان وانا قاعد بروح قرقيعان واحد ويطلع الثاني كل جروب قاعد من مناطق ثانيه يو من مو يعني مو بس من منطقه بيت حريم كبار ما شاء الله ابهات كل الاعمار. زين مسوي مفاجاه هالسنه بالقرقيعان. بس ايش بتسوي؟ يلا ما راح اتكلم. لا لازم تقول لها. قلت لها قبل هذا بس انه لا شلون تقول لها؟ لازم تقول لا يعني مسوي شيء نفس الخطه. ايه بس بدل 100 صاروا 500 وبدل 1000 صاروا 3000. ما شاء الله وناسه ها يزيدك ان شاء الله. سرح اني قرقع عندك كلكم تعالوا اني حق انا اي انت راتي انت بروحك راتي ليش بس تجيني ادي من ويتي اذا في اذا فيها اربعه انت تجيني من الجاره تجيب الجاره كلها خلاص قرقع ما يصير. زين سؤال عبودك لك مشاركات من خلال وزارات الدوله ومؤسسات المجتمع المدني، شلون صار في التعاون هذا وحسيت انه فيها مسؤوليه انك قاعد تقدم ولا هذا المسؤولين متابعينك يعني؟ والله بيني وبينك انا احاول اسعى ان ما صارت او ما لقى لي بال المسؤول رفعت التليفون طال عمرك. فيديوين الو السلام عليكم هذا اللي قاعد يصير. يعني بس ما شاء الله لا وزاره الداخليه سويت ايش يسمونه؟ سويت هذه مالت عربانه لحمتها بالبيت جبت عمال
واشتغلت فيها امانه عربانه يبين لك اهميه حزام الامان. تركب مثل سياره وتفتلت فيك تدعم. هذه فكرتك؟ كان تصميمك انت؟ لا لا مو فكرتي، لا عبادي مو فكرتي. طيب حملت تصميم، شفت تصميمها الناس مسوينها برا وانا قلتهم. اي قلتهم بالكويت؟ اي انت صاحبها بالكويت؟ ايوه انا صاحب الكويت. حلو. ضبطت؟ ضبطت. قمت صبغتها وكذي وضبطتها وحط عليها السكر الداخليه وشاركت فيها ب شو اسمه دوام مو اسمه اللي مال الداخليه الدنيا كلها مرور الخليجي. ايه اسبوع المرور، اسبوع المرور الخليجي صح. وحطيتها بالافنيوز وكرموني شويه، كرمني. يعني هي مو فكره تلعب فيها مستانس رايح راجع. ايوه بالبيت شيء بس صدق مال يعني هي فكره عبودك من نفسه سوى هذه الفكره عشان الناس تتعظ وتعاونت معك وزاره الداخليه. في شغلات هذه ما حسبت لها حساب، عبالي انه راح يخلص اسبوع المرور الخليجي واقطها بالبيت خلاص، او اسويها عربانه سيكل اي شيء. الحين وينها؟ ياخذونها مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم مشروع شيء واخذونها. الحين هي كذا المركز العلمي او دار ياخذونها مكان مكان. انا بس يرفع اسالوا عادي ناخذها عادي. كل ساعه واحد ماخذها يشاركون فيها. تأجرها؟ لا لا ايش دعوه. بس ما شاء الله عبودك دائما ندري ان مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله تفتح باب رزق. الحمد لله. انزين ونشوف يعني بس عبودك على وجه يعني زواج نقدر نقول. ولا لا؟ فانت مو قاعد تجمع يعني كله حق الفولورز حق العربانات حق الحمد لله عندنا عندنا حق. فمتى تجمع يعني؟ لا مجمع ان شاء الله. اموري طيبه. جاوب. لا تعاتب. جاوب بتتزوج؟ ايه. انا؟ ايه بتتزوج قول صرح. احنا على الهواء. انا جاوب جيك مستعيد سكر التلفزيون لو سمحتوا سكر التلفزيون. يعني مو ايش تبي تعيد؟ استعيد تكوى لا مو لا انت مو اللي بتخطبها. يعني ممكن نشوفك معرس ان شاء الله. والله ويزر لا تكوى يرحم امك حطها فيك تحط اي شيء تكوى. يعني ان شاء الله. مو سناب شات هذا خلاص حصل فيك راح خلاص ان شاء الله في زواج. انزين ننتقل الى مثل ما ذكرنا قبل شوي المؤسسات ووزاره الداخليه، في تعاون لك مع وزاره اخرى ولا بس الداخليه اللي تفاعلت معك في قضيه معينه؟ والله انا اقوى شيء عندي الداخليه. يعطيهم العافيه وتحيه لكل رجال الامن وعلى راسهم وزير الداخليه الله يعطيه الصحه والعافيه. اخرى يعني انت بادرت مبادره حلوه واحتضنوها وزاره الداخليه. مشكورين. مبادره قاعد اسوي قاعد اسوي شغلات ثانيه ما حد ناداني. يعني مثلا مره كنت بتسوي شيء حق الشباب او شيء مثل بوثات واشياء كذي منطقه سياحيه كنت بسوي ما صارت. قالوا لي ما يصير احنا المذيعين يعني انا اقول شغله مثلا جيت بسوي شغله بسويها بعد الطاوله هذه. يعطيكم العافيه اخوي منو راعي هالطاوله؟ انا بسوي مشروع عليها. لا اخوي احنا اللي بالزاويه الطاوله. تبي بالطاوله بالطاوله تروح حق هناك. اروح هناك اخوي لا هم هنيين وتضيع الطوشه. وانت سريع سريع ايوه انا بالمقررات سريعه وانا وقراطيسي ورايق ورايح فلان ورايح على انت. زين نحترم المركزيه اللي انت قاعد تتخذها في عملك لكن نعم. ليش ما تشكل لك فريق ثانوي اساسي ويا عبودك؟ لان المرحله انت ما شاء الله متطور. محمد فريق حق شنو؟ يعني مدير اعمالك مثلا سكرتير مدير الاعمال يعني موجودين كلهم موجودين. بس هم اقول لك انا ما اتكل انا اقول لك انا اقول لك فريق حق شنو؟ انت الحين لك تعاونات مع وزارات بالدوله. نعم. لك ناس متخصصين يتواصلون معها في عندي فكره كذي طبقوها على كتاب معين ودزوها حق الداخليه او تواصلوا معاهم واحد اقول لك شيء ما حد ذبح السالفه على الحسد. حسد؟ سويت اوراق سويت كل شيء من توصل فوق شوي دروا الموضوع صار جدي ايش معنى فلان؟ زين انت عبودك ما شاء الله كل شيء تقوله بالسناب يعني لا تقول كل شيء. لا ما يصير ليش اقول انا؟ يعني خلي يصير اقول ان اللي جاي الخبر ترى خلي يصير عندك خبر ترى احنا جايين. فهمتني؟ زين فهمت شكل فهمتني؟ يعني فخلي يكون عندك خبر ان احنا جايين عشان شي اقول انا؟ انا ترى محمد انسان ما احب اخذ شيء من احد ولا احب احد يمن علي بشيء. انا بسوي الشيء بفلوسي بسويه بشغلي بسويه بكل شيء بسويه ما منك ولا شيء يا اخي يا اخي لا 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 هذه سلم المثل لا رحمه الله عليك ولا رحمه الله لا ترحم ولا تخلي رحمه الله اي هذا اللي كنت بقوله بس كنت بشوف ايش تعرفين ولا بس لا بس والله عبودك يعني حتى مسوي مسابقات الحين قاعد اشوفك بتعبي فلوس ب قواطي زعفران بالسياره لا يكون لا ما سيارتك وين سابق يلا قمنا قمنا مسوي مسابقه يعني الشركات عندي بدال لا اسوي بدال اسوي لها اعلان هذه شركات مسابقه اي شركه مثلا شركه يقول لي العبود بسوي عندك اعلان شيء اقول حبيبي عطني شنو عندك انت؟ مال سفريات عطني تذاكر سفر شنو انت مال عطني ووزعهم على الكاش مني والله منك اي والله من حسابك اي والله والله يستاهلون متابعينك هذا كل الفلوس للحين واصل 5000 دولار 5000 وين؟
5000 وماخذين قواطي معبين بس غير بدال الخمسينات راح أحط عشرينات وعشرات. أوكي ولا أحافرهم تحت الأرض. إيه عندي مكان منطقة أنا مسويها بالبر. إيه. يعني مو بعيدة وايد بس مو إنه تروح وشاري اليوم شريت 150 شبل. 150 شبل. إيه شبل صغير وأوراق فيها التعليمات. زين. وقلم ومكتبة أوائل اليوم. يعني هم يدورون الكنز. مكتبة أوائل اليوم صرفوا لي 500 قلم. فأنت تأخذ شبل ورقة وقلم وتمشي حاط أنا أغراض بالبر قنفة برادة تاير فأنت مكتوب التاير لما تروح عند التاير إحنا لقيت التاير زين مكتوب مثلاً لغز 20 خطوة هذه فأنت 20 خطوة وين مني 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 أنت عقل بس تحضر تطلع لك عاد أنت يطلع لك الحين ما شاء الله الجوائز مو الكاش اللي واصلها الحين 10 تذاكر كويت دبي كويت يعني جواز قيمة صدق اي والله بنشارك احنا زين 10 تذاكر كويت دبي كويت 5 تذاكر فريق الغوص يعطونك ليسون غوص يعني مشاركة حلو 3 تذاكر بطولة رياضة اسمها الكايت بورد ونادي بعد نادي نادي حديد 150 مشترك ما شاء الله كفراتي 10 ايبادات و10 ايفونات ما شاء الله ما شاء الله إيه يعني وايد ناس وايد شركات مساهمة اللي توي الحش الذيب إيه مسوي بطولة هم جوائزها مني وهم رعايات وهم حط جوائز الحش الذيب عندي في هذا غير تذاكر شو تذاكر شو عبد الوهاب الفيلشاوي زين هذه كلها أفكارك عبد الله أنت بروحك تيجي تقول بسوي مسابقة وتقرر إيه كذي أقعد من النوم حلمان حلمان بسوي مسابقة زين نصير نشارك إحنا ولا العين لو سعلك مكان والله والله ليه بيشارك شلون يشارك سوري اخر مشروع عندي سياره تنجاليه مسويها برمائيه تمشي بالماي وين هذا اي ما شنو سالفتك مع التغرز وايد تغرز انا كل هناك بالتراب بالبر وهذا فشوي اخر مره غرست وطلبت من السناب ان عيوني يساعدونك او شيء شنو صار تابع عدل يعني يعني انا قمت كل ما اشوف سياره مغرزه اكتب وينك عبودك تعال مارس هوايتك صارت هوايه يعني واحد يستانس واحد يلقى شيء يصوره يونس الشباب يعني يفرحهم صدق ترى الحين الشباب ماله بس والله ساعدوك ها الحمد لله هذا بسناب بس بسناب بس يعني كم واحد يو والله حول 60 70 يمكن رمضان وظهر يعني شيء طلعت تمشي ولحن في سيارتي حلو ان شاء الله في فكره ثانيه بعد التجربه التلفزيونيه راح يكون في مستقبلا ناوي ان شاء الله ناوي ان شاء الله اذا الله قدرني ناوي افتح ورشه قاعد توزع جوائز الله مقدرك لا يعني مكان اخذ ارض اشتري ارض زين وناوي اسويها ورشه حداده نجاره مخرطه ايون الشباب يتعلمون اي يعني انت تعلمهم شلون يسوون انا احط لنا انا ما اعرف انت علمت الشباب شلون يسوون وايرات الشحن وشن اي فانا ودي اسوي ورشه ان الواحد بالبيت بداله يقعد قوم مثلا سوي لنا البلاك الفلاني يقوم سوي لنا الوحده خربانه اي نفس لما قلت لهم رفع الزوليه وحطوا واير الشحن راح تشحن السياره ما شاء الله حسنا ما قريتي ان شاري بوغاتي الف مبروك لا لا والله من اين لك هذا وين هديه البرنامج لا لا انت شاريها بفلوسك لا 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 والله عندك بوغاتي ما صارت والله ما صارت هذه شاعه يعني يقولون لا والله شاعه اه ان شاء الله الله يرزقكم تشتري يرزقنا بعد الله يزيدك ان شاء الله يمكن بس اقول اليوتيوب شانل فتحت يوتيوب شانل سويت يوتيوب شانل بس بيني وبينك تدرين انا وايد بالتكنولوجيا ما اعرف احط الحلقات مسوي لي اياها الحلقه وحاطها باللينك مال الانستغرام وايميلي امس غيرته مال الانستغرام حق التواصل اي واحد بالتواصل هذا فاي شركه ودها انها ترعى ودها انها تساعد انا بالشوفه ايميلي موجود بالانستغرام بس يدز شنو يبي وان شاء الله يلقى الرد اللي رايحه كفو والله وانا ما بالفائده من احد انا افيد واستفيد مع الشركات افيدك قبل تفيدني احنا نحييك ونعتز فيك صراحه يا بعد على الاعمال اللي قاعد تسويها انا مذهول لانك انت صاحب فكره السياره وحزام الامان يا بعد ونشكر اكيد وزاره الداخليه اللي قدمت وياك هذا التعاون الجميل لعل وعسى تكون رساله هادفه لكل متلقي قاعد يتابع هذه الحمله احنا بنكمل ان شاء الله تدري من ضيفنا بعد شوي الضيف بعد شوي ايه؟ ضيفنا بعد شوي منو راح يكون الشيخ الشيخ ايه من راح يكون ضيفنا شو اسمه مشاري فاسي الشيخ مشاري فاسي
ان شاء الله بنكمل وياه اللقاء وبطلبك ان شاء الله عسى ما شاء سلامات. لا تحط عليك ابو لا ما تشوف شر ان شاء الله. بنكمل لقاء ان شاء الله في غبقة الحمراء. ننتقل الى فاصل ورجع لكم ان شاء الله مع الشيخ او فضيلة الشيخ مشاري العفاسي في غبقة الحمراء. تمام. أنا لكم مشاهدينا في غبقة الحمراء. حقيقة اليوم أنا سعيد أن يزاملني في هذه الحلقة زميلنا عبودكا لنقود هذا اللقاء الجميل أكيد مع ضيف أجمل ونحبه كلنا الصغير والكبير. شخصية جميلة دائما تعكس لنا الجانب الخيري والعطائي والإنساني من خلال كل نشاطات اللي قاعد يقدمها يحبونها الكويت وخارج الكويت من الأمة الخليجية والعربية والإسلامية. ضيفي اليوم فضيلة الشيخ مشاري العفاسي. حياك الله ابو راشد تقبل طاعتك. منا ومنكم صالح الاعمال وكل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر. علينا وعليك تبارك. بارك عليك الشهر. علينا وعليك تقبل طاعتك. المذيع الاخ المذيع الجديد قاعد ياكل قبل الضيف. اي لازم. ليش تاكل صدق؟ يا جماعه جيكم على المذيع لا تقول. صراحه زميلنا عبد الله حرص انه يكون معنا لانه يحبك ما شاء الله. قبل شوي كنا نتكلم شيخ انه شاب كويتي عنده متابعين ومحبين كثار قاعد يقدم أعمال خيرية من خلال حتى عربانة صغيرة أو باص. تكلمنا عن الخصلة الجميلة في الشباب الكويتي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد جدا بالظاهرة الآن اللي نشوفها خصوصا في حفظة القرآن ويعني المهتمين بالإنشاد الديني و وغيرها من الأعمال الخيرية أيضا. التسابق على الأعمال الخيرية وإطلاق حملات الخير في الكويت هذا جانب يعني مشهود له يعني في الكويت. ناهيك عن يعني ما شاء الله تصدر أئمة المساجد خصوصا يعني خلنا نقول مواليد التسعينات تقريبا ما شاء الله يعني حفظة وماسكين المساجد وأصوات جميلة ومعتنين بالقرآن حفظا وعملا وتدبرا وإتقانا يعني مهتمين بألفاظ القرآن وأحكامه. لا إله إلا الله. الله إن شاء الله يثبتهم الله ويجعلنا إن شاء الله من قارئين كتابه. الله يخلينا إن شاء الله نؤمن بمسجد. الله يبارك فيك. ادعي لي يا شيخ ترى والله أني أحبك بالله. أحبك الله والله يحسن من أجلك. أبي شيخ بسألك سؤال. تفضل. أنا من يوم أنا صغير. لا تغش. لا مو قاعد أغش. أنت تبي. يلا خذ راحتك. أنا أحب أناشيدك يعني من أول ما طلعت من بطن أمي وأنا ما أسمع إلا أناشيد. لا كذي قاعد تكبرني. والله العظيم. أنت أكبر مني 3 سنين أو 4 سنين. يعني ممكن. شنو أقوى نشيدة أنت تحبها أو أنت تشوف إن علاقة صدت قوية؟ والله يعني كل مرحلة يعني في نشيدة تكون قريبة يعني مني. خلنا نقول مثلا ليس الغريب في 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 2003 2004 بعدين خلنا نقول يعني طلع البدر علينا الا صلاتي طبعا خذت صدى لانها كانت يعني منتشره في الموبايل شويه. اقول لك شغله انت يمكن تقول الفاروق. قديم. نعم انت اقول شغله يمكن انت تقول قديم. انا احب الشاطبيه اللي اول واحده. اي نعم صح. كنت حافظها ترى بس كانت ليش صعبه نسيت عليها. حافظها شيخ تسمح لي حافظها يلا قول. لا أجل. أول لا ألف تخيل ألف ألف وشيء بيت يعني. تخيل أي نعم يعني هذه الشاطبية يعني تتكلم عن القراءات السبع. نعم 1174 بيت ما شاء الله. وكانت هذه البداية يعني المدخل يعني تقريبا للإنشاد في 2001 تقريبا 2001 عيون الأفاعي بعدين عقب هذا تقريبا 2004 2003 صدق كلنا حافظ كل شيء ما شاء الله حافظ كل شيء الله يعطيك العافيه. زين شيخ قاعد نشوف ما شاء الله لك تعاونات كثيره خصوصا مع الشباب يعني شفنا مؤخرا لك تعاون مع الشاعر الكويتي حامد زيد كان في لقاء قاعد نشوف لقاء اكيد يمكن في تعاون ما ادري بصراحه بالمعلومه لكن شفنا لك بعد تعاون مع الله يذكره بالخير من زمان عنا صراحه فيصل البصري نوجه له تحيه. التعاونات هذه دائما تحرص عليها ودعم الشباب الكويتي. والله يعني اليد الواحدة ما تصفق. أنا حريص جدا أن يكون دائما عملي جماعي وإن كنت يعني أحاول أنتقي يعني الشعراء والملحنين اللي أتعاون معهم في الإنشاد ولا قصورا يعني بأحد لكن مرات أنت تكون تبحث عن شيء معين عند شاعر معين أو عند ملحن معين وجزاهم الله خير يعني حامد زيد في تعاون؟
تعاونات ما شاء الله. تعاونات في شيء يعني لا جديد الحين السنه هذه مصري بس انا مصري ها الحين ما شاء الله شيخ انت بتسوي الاناشيد باللهجه المصريه يمكن يطالبونك اهل الشام والمغرب الحين والله لهم حق علينا يعني لكن مصر بالذات خلينا نقول شعب مهتم جدا بمشاري وحرصت اني اخصه ب يعني بألبوم كامل خصوصا ان شفت كثير من المصريين يحفظ اناشيد خليجيه نعم. اناشيد اماراتيه يمكن ما يعرف معناها نعم. لكن قلت يعني لهم حق علي ان اخصهم مصر اصوات يعني اي نعم صعبه الاصوات مليانه دائما يقول مصر اللي داخل مصر في منك كثير صح ما خفت في 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 زحمه الجماهير او زحمه حتى سكان مصر والمتذوقين حتى الاناشيد والمقرئين هناك في مصر ان تكون هذه جراه من الشيخ مشاري الفاسم يقدم شيء اناشيد دينيه باللهجه المصريه ولازم يكون في جراه يعني لازم يكون في اضافه اذا ما راح تضيف لا تدخل في اي عمل هذه الاناشيد الدينيه ما هي جديده على الشعب المصري لكن خلينا نقول طريقة العمل طريقة الاستعمال الأسلوب اللي فيه الهارموني والأناشيد الموزونة يعني غير عن الأناشيد اللي اعتادوا عليها المصريين من مثلا خلينا نقول السلسلة اللي موجودة قديما يعني الشيخ الفشني الشيخ النقشبندي عمران نصر الدين طبار رحمة الله عليهم يعني كان لهم عناية في الإنشاد الديني وبعضهم قارئ ومنشد مثل الفشني مثل وكثير حتى يعني من القراء جاي بلون جديد يعني لون فيه هارموني في أصوات جماعية في خلفيات ما يسمى بالهيومن فويسز و يعني خرع لا إله الله كل يوم يطلع طلع لا إله الله الله يسلمك يا حبك كم بالمية تغيم تجربتك بالأناشيد المصرية لا مو أنا اللي أقيم يعني أنت أبي النفس أنا اللي علي إني أجتهد ولكن صراحة الموضوع كان صعب لكن تيسر سبحان الله يعني أنا الألبوم اللي قبله قلبي محمد صلى الله عليه وسلم السلام. اشتغلت فيه أكثر من سنة لكن هالألبوم سبحان الله يعني على قولة المصريين رفته حلوة إيه. يعني توقع أنه رايح يحقق انتشار بإذن الله إن شاء الله يعني أنا تعاونت مع يعني أهل الاختصاص في هذا الشأن في مصر وناس يحبونهم المصريين يعني من شعراء مثل بهاء الدين محمد إن شاء الله أيمن بهجت أمر وليد سعد محمد رحيم مؤمن سالم أحمد سعيد مصطفى قاسم مجموعة يعني لا لا آلية التواصل معهم الشيخ مشاري في صعوبة والله في ناس هناك يعني مصر ما شاء الله يعني هذه شغلتهم يعني سنين عندهم يعني صناعة الإعلام عندهم قديمة يعني تقريبا من العشرينات ففي ناس مختصين في إدارة الإنتاج يعني حتى أنا كنت أتعامل مع مجموعة مثل هيثم شاكر أمسي عليهم بالخير وعلي المليجي فكنت أسمعهم وأخذ رأيهم في الكلمات قبل أن ندش في الألحان والمرحلة الثانية والتوزيع والتسجيل يعني فكنت أسمع كلام حق شاعر جديد اسمه مؤمن سالم فقال لي ده كلام حلو قوي كلام مين ده قلت له هذا واحد اسمه مؤمن قال ده كافر يعني ما أضحى الحين وايد طابع الفكاهي موجود عند إيه طبعاً يعني كنا مستمتعين يعني صراحة الواحد ساعات بالليل إذا ما عندي أقعد أبطل اليوتيوب أطالع زياراتك حق دول برا ما شاء الله يعني إقبال جماهيري شفت هذه القطة توا يعني جماهير تخرع ما شاء الله يعني تركيا شفت يمكن اندونيسيا يمكن اندونيسيا لا ماليزيا وسنغافورة نعم. ومؤخرا كنت في جولة في هولندا وبون وغراس وكوسوفا والبوسنة أبي الحلقات هذه اللي تنحط باليوتيوب في ناس تحتك يساندونك في ناس تحتك نعم في ناس تحتك فريق طبعا أنا يعني معي محطة يعني كاملة لا يعني معاي ناس يعني إخواني يعني عندهم ما عندهم يعني ولا يعدون الموضوع هذا شغل يعني مثل الدكتور عبد الله أبو طالب الكندري عبد الله أو عبد الرحمن العريمان مجموعة يعني من الشباب اللي يعني دائما معي مؤخرا في كوسوفا والبوسنة كنت مع أحياء التراث الإسلامي
مع الشيخ محمود النجدي والدكتور مبارك الطشة والدكتور مالك النبهان، كانوا يعني جروب جميل. افتتحنا مسجد في كوسوفا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أيوب، وكلنا عملنا الحملة في يعني حتى بناء المسجد ما أخذ 5 أشهر تقريبا ما شاء الله. من رمضان اللي طاف بدأنا الحملة، وبس يعني اكتمل المبلغ بلشنا، يعني يمكن عطلنا اللشتة هناك والثلج وكذا. الآن يعني أطلقنا حملة أيضا لبناء مسجد للشيخ علي جابر رحمة الله عليه إمام الحرم المكي سابقا، وأسموه مشروع الوفاء، يعني وفاء لفضل هؤلاء المشايخ يعني علينا، كنا يعني مهتمين ب القرآن. حلو فضيلة الشيخ مشاري، يعني دائما ترسخ وقتكم إلى هذه الأعمال الخيرية، كيف تقيم الأعمال الخيرية الكويتية بالخارج؟ هل تشوف أن ما شاء الله النسب موجودة تعكس واقع وطيبة وخير أهل الكويت؟ الشعب الكويتي شعب طيب يعني، وبعيدا عن الطيبة اللي اليوم يقول ويتكلم عن الأعمال الخيرية، الأعمال اللي قاعد نشوفها هناك يعني ما شاء الله، يعني كوسوفا تعتبر إقليم يعني ولا حتى معترف فيها كدولة، ومعترف فيها يعني من 5 دول فقط، ونسبة المسلمين فيها تقريبا 96%. لا إله إلا الله. اللي معترفين فيها 5 دول من ضمنهم الكويت. الله. وهذا جانب يعكس يعني طيبة أهل الكويت، ناهيك عن مسألة التبرعات وبناء المساجد هناك، يعني تقريبا في ظرف تقريبا 2 سنين بني أكثر من 14 مسجد. ما شاء الله ما شاء الله، كلهم يعني بأسماء ومتبرعين كويتيين وبمشاركة أيضا من أهل البلد. حلو فضلت الشيخ مشاري، دائما الأصوات خصوصا بالأناشيد الدينية تكون بس مشاري الحفاصي. فضلت الشيخ مشاري الحفاصي، في عندنا ناس يشهدون دينيا ولا بس انت حصري؟ لا دعوة، لا العفو، بالعكس في ناس موجودة ونتعلم منهم يعني. في أصوات أنا قاعد أنطر فقرتي ترى، بس الحين ما قلت. يلا لك فقرتي جايك الحين. لا تنشد ولا لا لا خلصنا اوكي لك يلا. شيخ ابي اسمع نشيد الله يعافيك. اول شيء بس خلنا اتكلم زين، ترى انا اللي يعني المقابله اللي قبلك انا اصريت اني اكون موجود، لانه والله العظيم يعني يمكن هاللقاء ما راح يتكرر مره ثانيه. لا ان شاء الله. لا بالعكس والله نتشرف فيك ان شاء الله. فانا يعني سعيد جدا يعني الله ودي اسمع شيء لايف يعني، بس احنا يعني مخال مكان عام يعني اسكركم مجمع الحين. الله يسلمك. ايش هي خبيب شيء اللي تشوفه يعني ما ناخذ فاصل زين نستحضر النص ولا شيء؟ حطوا لا يمكن الوقت، لكن ان شاء الله في اللقاء القادم الحلقه عشان نثبت لك ان في لقاء قادم ان شاء الله. قبل ما نختم فضيله الشيخ نطلبك طلب صغير، وانت ان شاء الله ما تردنا، ما راح يكون ان شاء الله مستقبلا في تعاون بينك وبين زميلنا عبد الله عبودك لحملة في المساعدة ان انا اساعده؟ بالعكس والله نشرف فيكم والله. لا لا اي شيء ينقصك دق علي تليفون انا بالشوفه. بالعكس يعني عبودك قريب من الناس. نعم صحيح. ويحبون الناس وممكن يعني يسوي شيء انا ما اقدر اسويه. كثير من الناس اللي في السوشيال ميديا ممكن يوصلون رسائل ويغرسون قيم ويعني ويساهمون في إصلاح مجتمع بلا شيء. وكثير من المنابر ما تقدر تسوي صحيح. الموضوع هذا، فإحنا مرات يعني بالعكس الفضل لهم أنهم يعني يسمحون لنا أن نسوي شيء. تعرفين يا شيخ؟ لا 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 استاهل والله. أول مرة أشتغل ما عنده الحين. وين تصلي تراويح؟ في مسجد المسجد الراشد بعدلية التراويح والقيام، وثاني مرة يعني يسبق الضيف بالأكل. صايدة صايدة بس صايدة الكاميرا الظاهر. والمسجد الكبير في ليلة 25 أول أربع، وليلة 27 في آخر أربع إن شاء الله. أصلي قويك فضلت الشيخ مشاري الحاصل، وعليك بالعافية ترى. الله يرزقكم الجنة إن شاء الله. الله يزاك أنا بطلبك طلب فيكم البركة. بطلبك طلب ما راح تكلمني أنت ولا أكثر. أنا أقول لك شغلة اسمعني، عطوا هذا الشيخ لا تخش. لا 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 بس بالعافية. يقول لي بس بس لا لا مون عليه واحدة شيخ. الله يعينك مشكور. نشكرك فضيلة الشيخ. يبقى هو يبقى هو. هذا الحلويات وسويت دائما احنا فقرات شبابية يقدمون لنا هذا السويت يسمونها غبغة الحمراء، يعطونا غبغة صغيرة حلوة. اي والله. فهذه كافيه انجلينا يعطيهم العافية، موجود هنا بالحمراء يعطيهم ألف ألف عافية. وهذا هو كافيه عالمي يقول من 1903
نشكرك فضيلة الشيخ ويعطيك العافية، شرفنا في هذه الحلقة. الله يجزاك الله يتقبل منك صالح الأعمال. آمين أجمعين. شكرا زميلي المذيع عبد الله. ما راح قلبك. ليش ليش؟ والله أني أحبك في الله. نحن شغالين. شغالين والله. أعطيكم الصحة. زين نختم اطلع فاصل. فاصل ونواصل. ما تقبلها صح ما يصير. يلا. الله يعطيكم الصحة والعافية، وأنا سعيد جدا اليوم بلقائي مع فضيلة الشيخ مشاري العفاسي. الله يعطيه الصحة والعافية ويحفظه ويبارك له في ماله وحلاله وأهله وعياله ويحفظه من كل شر يا رب يا رحمن. الله يسلمك يا حبيبي.